وانت لا تتجهي لله وعلاقتك مع ربنا متدمره. يعني انت لما تقرا قصص الصحابه كيف الله كيف الله استجاب للصحابه وامطر المطر، كيف الله استجاب للصحابه وخلى الخيل كذا، كيف الله استجاب مثلا للمقداد، كيف الله استجاب لحمزه، كيف احنا هم دعوا استجابوا لانه في علاقه بينهم بين ربنا. هذه العلاقه هي اللي تعطيهم باور بقوه الدعاء، لهم وجه يطلبون من ربنا، لانه ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله يقول لك انا راضي عنهم، فهذا الرضا الله منحهم اياه بسبب العلاقه بينهم بين الله. العلاقه بينهم بين الله جعلت ربنا يقول لهم انا راضي عنكم، فلهذا كان لهم وجه يدعون يا رب انصرني، يا رب اشفيني، اللهم عليك بفلان، اللهم كذا. ابن عباس ما قال الله من كانت ظالمه فامتها في ارضها، فوقعت المراه في البئر في ارضها وماتت. ليه كانوا يدعون؟ لانه عندهم علاقه كبيره بينهم وبين الله. صحيح. علمتي؟ رب العالمين يقول اني اقرب اليكم من حبل الوريد واحن عليك من امك وابوك. هاي جديده، احن عليك من امك وابوك، هذا حديث اعترونا طارحه ولدها بالنار لا هي احن على الله لا لا الله احن بولدها منها. رب العالمين ارحم علينا حتى من امنا وابونا. اني طبعا هذا اللي احسه طبعا، لهذا ادعي. وأني اللي ممنع اسمي من الدعاء أنه رب العالمين يقول ادعوني أستجب لكم. يعني إذا كان الإنسان عنده ذنوب، أني يعني فترة يعني لما كنت يعني بعدني شابة وما فاهم الحياة زين ولا أعرف الدين زين ولا أعرف الحلال من الحرام، يعني أذنبت بس مو الذنب الحرام. كلنا بنذنب، كلنا في من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سرق وتاب الله عليه، في من الصحابة من زنى وتاب الله عليه، في من الصحابة من أكل أموال الناس وتاب الله عليه، في من الصحابة من قتل صحابي وتاب الله عليه. صحابة وقعت بينهم فتنة راح فيها 70,000، قتلوا بعض، نحروا بعض، وهم صحابة كانوا مع خير الناس. كيف حنا اللي بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم 1446 سنة؟ بس أني دكتور يعني دائما بهذا أشعر بالذنب، يعني ألوم نفسي دائما أنه أني يعني شلون بيوم من الأيام هيك سويت، فأحس مرات أنه رب العالمين يعني ما يستجاب دعواتي لهذا السبب، لأن أني ما يخصة مع العلم رب العالمين غفور رحيم. ما يخصة، الله بتعامل معنا كما نحن نتعامل مع أطفالنا. لا تتوقع الله بيعطيك مقابل طاعة، والله أنا صليت الظهر يا رب ارزقني لامبورجيني، لا، الطاعة لك، الله ما ينظر للطاعة لأنها لا، الطاعة لك. فالله عز وجل يتعامل معنا كأطفال، إحنا أطفاله، مراهقين، مشاغبين. أنا يا رب طفل مراهق مشاغب بس أحبك. هنا الله بيتوب عليك وبيهديك. علمتي؟